السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم النصر الكبير، حلقة جديدة وأول ميداليات مصر في الأولمبياد. محمد السيد برونزية سيف المبارزة. محمد السيد بينتزع منذ دقائق البرونزية في مباراة الحقيقة ومنافسة كبيرة جدا وشرسة مع بطل المجر، ولكن في مباراة عصيبة جدا 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 قعد الشعب المصري كله على أعصابه وقدر في الآخر إن هو ينتزع ميدالية. طلعنا امبارح وقلنا وقررنا خلاص بقينا سنين معاك وبقيتوا حافظنا، في ناس احيانا عايزه تاخدنا تودينا في سكه. زياد امبارح خسر، قلنا خلاص اقفل الصفحه ويبتدي هو مشوار جديد ونبتدي احنا كمان مشوار جديد. يمنى عياد وعندها مواضيع وقصص نتمنى لها يا رب ان شاء الله كل التوفيق، نعرف الحقيقه بس عندنا الرجاله لسه هناك. لو ما عملناش كده امبارح واشتغلنا تقطيع ورحنا واحباط وطلعنا ونزلنا كانت القصة راحت في حتة تانية. بندعم عشان نعد ميداليات، بندعم عشان عندنا رجالة هناك. حط تحت الخط تحت الاسم ده وتحت الجملة دي 10 خطوط. اما بنقول لكم هندعم بيبقى دايما عندنا رؤية، بيبقى دايما شايفين بكرة في ايه. ممكن يكون امبارح في ازمة، على فكرة دي الرياضة للي عايزها. الرياضة يوم بتخسر ويوم بتحصد ميدالية ويوم بتعوض، هي دي الرياضة. الرياضة لا هي احباط ولا انتقاد ولا تقطيع ولا نقعد في موضوع نفرش له مليون الف كراسة. الرياضة ان احنا عندنا ابطال هناك وعندنا رجالة هناك محتاجين ان احنا ندعمهم، محتاجين ان احنا نكون في ظهرهم. عملوا اللي عليهم في مشوارهم وهم دلوقتي بيزعلوا، هنطبطب عليهم وهم بيفرحوا، احنا بنكرمهم. والنهارده السلاح المصري صاحي وحاصد البرونزيه. اسعد واحد النهارده اكيد موجود، السيد وزير الشباب والرياضه المكوك هناك الحقيقه، والمجهود الكبير اللي عامله الدكتور اشرف صبحي. سياده الوزير مساء الخير يا فندم. كابتن سيف مبروك ومبروك لمصر كلها، ودي البدايه ان شاء الله زي ما احنا يعني قايلين ان هنبدا بالسلاح، بعدين بعد يوم 6 هيكون في حاجات ثانيه ان شاء الله زي ما احنا يعني ربنا كرمنا. مبروك لكل الشعب المصري اول ميداليه بنهديها لفخامه الرئيس وبنهديها لكل مصر، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله رب العالمين. مبروك يا فندم للشعب المصري، مبروك للبعثة بالكامل، مبروك لحضرتك مجهود كبير. شايف لك 580 ألف لقطة في أقل من نص ساعة مع فرق كرة القدم، مع الجودو هنا، مع المبارزة هنا. أعتقد أن النهاردة يوم سعيد جدا للبعثة المصرية لأن هي بداية تدينا إن شاء الله أمل في اللي جاي. بداية كنا منتظرينها، لأن يعني أنا بقول دايما الرسالة يعني اللي بيكتب واللي بيقول لا واللي بيقول يعني نستنى على اولادنا. والصبح احنا يعني رحنا المدينه وكلمنا كل الشباب بتوعنا، احنا بنقول بقى يعني ان شاء الله نشجع لغايه الاخر، نشجع ولادنا لغايه الاخر باذن الله، ونقف جنب شبابنا، شباب مصر ورياضيين مصر زي ما قال فخامه الرئيس احسن شباب في الدنيا واحسن رياضيين، واحنا كل ولادنا اخلاقهم وتعليمهم كل دول ولاد متعلمين جدا واخلاقهم جيده جدا وفي نظام شغال. ان شاء الله ربنا يعني يوفق. اقول لحضرتك على حاجه، اول مره في رياضه السلاح يكون في اثنين في دور الثمانيه ورابع وخامس، حتى لو احنا منتظرين الميداليه دي اول مره. وزياد كان هيلعب على ذهب، مش بس كده، حطه توفيق والله توفيق. النهارده محمد برضو الماتش بتاع فرنسا كل الصاله والدنيا كلها على عليه وهو بيلعب، وده يعني برضه خد من جهده، لكن احنا عندنا بطل. وبكره ان شاء الله في السلاح فريق جماعي وهنلعب في الشيش، يعني في لسه ان شاء الله في السلاح نفسه توقعات اخرى، ولسه كمان الرياضات الاخرى لازم نفرح ونشجع اولادنا. وفي تخطيط، وفي تخطيط مستمر، وفي تخطيط من اول طوكيو. لكن كل اللي عايز يخلي شكل مصر وحشه، وكل اللي عايز يكتب ويقول لو سمحت يعني انت مصري، لو انت مش مصري قول انا مش مصري وقول انا ضد. يعني احنا كلنا مصريين بنحب بلدنا وبنحب اولادنا وعايزين مصر دي تبقى احسن حاجه في الدنيا في جمهوريه جديده. فلو سمحت يعني بالراحه شويه شويه، ان شاء الله اللي جاي احسن فينا كلنا. ان شاء الله. خد بقى الدكتور سيد ده والد محمد وهو
مدير فني ووالدي الاثنين مع بعض. لا 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 عشان ما حدش، لا هو مدير فني للمنتخب القومي بس برضه هو والد محمد، واستاذ دكتور في الجامعه متخصص. وده على فكره كمان احنا بنبني كمان مش بس لاعبين، احنا بنبني كوادر ومدربين بمنظومه مختلفه، وكل حاجه فيها الصح وفيها الخطا لكن بنقاوم الخطا. خد بقى ورده كمان اهو المدير الفني للمنتخب. اتفضل كابتن سيد. مساء الخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن سيد. الف الف مبروك اللعيب بتاعك اللي هو زي ابنك. طب انا هنقل بس في مكان هادي شويه. اتفضل. انا سامع حضرتك كويس. طب انا كده سامع. الف الف مبروك للعيب بتاع انا سامع حضرتك كده كويس. الف مبروك للعيب بتاع حضرتك اللي هو زي ابنك، يعني الفرحه فرحتين. كابتن. الو كابتن سيد انا سامع حضرتك. حضرتك سامعني يا فندم؟ الو كابتن سيد حضرتك سامعني؟ هلا تاني بعد اذنك. حضرتك كده سامعني الاول؟ حضرتك كده سامعني؟ اه سامع كويس. الف الف مبروك الفرحه فرحتين لانه اللعيب بتاعك وابنك. الله يبارك في حضرتك ومبروك لمصر كلها، مبروك لمصر كلها، وان شاء الله بدايه للانجازات، وباذن الله شباب مصر باذن الله على مدار الدوره العالميه الاولمبيه باذن الله يكون في انجازات متتاليه ان شاء الله. انا عايز اعرف شعورك وهو اللعيب بتاعك بيخطف ميداليه في اخر ثواني وهو هو ابنك، شعورك ايه؟ هو حضرتك هو انا ولادي، انا محمد السيد سامي ابني، وعندي في الفريق الاولمبي عندي محمود السيد سامي معانا الفريق الاولمبي الرابع على التصنيف المحلي، وله انجازات طبعا دوليه في الجينيور، وفي نفس الوقت انا والد البطل الكبير احمد السيد سامي الحاصل على برونزيه كاس العالم للعمومي في كازان في روسيا وعضو منتخب مصر. طبعا احساس صعب جدا، بطوله بنقول ان هي قمه البطولات الدوليه، الهرم الكبير دي القمه بتاعت الهرم الكبير في المنافسات والانجازات الدوليه، بنلعب مصنفين على العالم. الحمد لله احنا كنا جايين البطوله دي وعلى يقين ان احنا نعمل نتيجه. في طوكيو وصلنا دور الثمانيه الحمد لله، وعملنا انجاز كويس جدا بطلنا الكبير محمد السيد. السنه دي عمل سلسله من الانجازات، سواء الموسم اللي فات في مرحله الجينيور 20 سنه على مدار 3 سنين محقق ازيد من 7 أو 8 ميداليات ذهب في بطولات كاس العالم وبطولات العالم. طبيعي، ده تسلسل الطبيعي ان احنا الحلم بتاعنا يكبر، ومع الدعم اللي موجود حقيقي الدعم اللي موجود بيوصلنا للمستوى ان احنا نكون طمعانين في انجاز، لان ولادنا يستاهلوا وقد المسؤوليه. كنت متوقع ميداليه برونزيه لمحمد ولا كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ انا والله والله انا جاي على الذهب، والله بحلف لك انا جاي على الذهب. في حضرتك مهم جدا التوقعات، موضوع التوقعات والاناليسز والهيستوري بتاع اللعيب، ومحمد لسه جايب برونزيه الجائزه الكبرى في كولومبيا الشهر اللي فات في العموم رجال، وصل دور الثمانيه اكثر من مره في السينيور. فالطبيعي الهيستوري والسمات الشخصيه بتاعت اللعيب والاعداد والمنظومه المتكامله بتاعته، سواء البدني سواء الفني سواء المنتال سواء النيوتريشن والتغذيه، منظومه كامله متكامله. لما المنظومه دي تكتمل الحلم بيبدا نصدقه والحلم بنقدر نوصل له. بقول لحضرتك احنا جايين، انا بحلم ان انا اجيب الذهب، وكانت قريبه. بوريل الفرنساوي اللي كسبنا بدور الاربعه، محمد السيد كسبانه في كولومبيا الشهر اللي فات، ومعلق الميداليه البرونزيه على حساب بوريل. وما ننساش في طوكيو محمد السيد 18 سنه وكسب بوريل اللي هو النهارده طلعه بدور الاربعه، كسب بورول في طوكيو بدور ال 32 اول دور. يعني بنقول ان احنا نقدر نتنافس مع المصنفين العالميين، وابننا دلوقتي كان داخل البطوله دي هو المصنف العاشر على العالم في السينيور، وبعد البطوله دي ان شاء الله
يوصل يعني نقول للتوب في التصنيف العالمي بالنسبه للمحطات العمومي. والله انا مش بقول ان هو لاعب واحد، احنا عندنا مجموعه كبيره من اللعيبه، عندنا مجموعه كبيره اللعيبه عندها طموح، اللعيبه عايزه عندها اصرار للانجاز، العمل باخلاص بيطمعك انك تجيب نتيجه، العمل على اساس علمي بيخليك توقعاتك تبقى في محلها. المهم ان احنا نفسنا يبقى عندنا مدين الفرص كامله للعيبه ونكون التقييم تقييم موضوعي. كابتن سيد، محمد بيحتفل فين دلوقتي؟ نعم يا فندم. محمد فين دلوقتي، بيحتفل فين؟ محمد لسه هو دلوقتي في الروم كنترول علشان بيستعدوا بعد الماتش الجاي عشان المراسم ان شاء الله. انا هطلع هستقدم مع حضرتك عشان المراسم، واتمنى يكون في لقاء تاني مع حضرتك ان شاء الله. احنا مستنيين لقاء مع حضرتك ومحمد يكون مع حضرتك ان شاء الله، والف مبروك ليك وليه، والف مبروك لينا. متشكرين جدا، والف مليون مبروك لمصر، الف مليون مبروك لمصر. ألف مبروك للشعب المصري بالكامل، وألف مبروك للشارع الرياضي، أول ميدالية في الأولمبيات. وناس امبارح كانت بتشكك بشكل كبير، وناس بتقول وناس بتعيد، نفسنا طويل وصبرنا ملوش حدود في الدعم. دايما بنقول لحضراتكم الجملة الشهيرة: كله متسجل والحساب متأجل، كله متسجل والحساب متأجل. واحد عايز يعرف البيان الأول يمنى عياد، إيه اللي حصل؟ يمنى عياد هناك أمور طبية وهناك تحقيق هيطلع في نتيجة، ودي أمور ما نقدرش نتكلم فيها نظرا كمان لمجتمعنا، فأمور مش هنتطرق لها غير ما الملف كله أو الفايل كله يخلص نعرف إيه السبب. أي السيد اللي استبعدوها من التجديف والموضوع اللي انتشر بشكل كبير جدا، وطلع بيان ان ما عندناش لعيبه مسافره اسمها آية السيد، والاتحاد قال ما عندناش اصلا بنات مسافرين، فهرينا كتير جدا، حرقنا بنزين كتير جدا، وفي الاخر ما فيش موضوع اصلا، ما فيش حاجه اصلا. اصبر واستنى ناخد الميداليات ونقعد بعد كده نتحاسب مع بعض. دايما بنقول لحضراتكم في وقت للدعم وفي وقت للحساب، ده موضوع وده موضوع، ده حماده وده حماده تاني خالص. الدنيا امبارح قعدت وما قامتش، قالوا ان دي لاعبه مصريه، والبعثه اصلا ما فيهاش ولا لاعبه، هم ثلاثه رجال. جبتوا منين ان هي لاعبه ومصريه وموجوده؟ يعني طبعا كل التحيه وكل الاحترام لصاحبه الصوره، لاعبه او هاويه انا ما اعرفش الحقيقه، ولكن انا بقول لحضراتكم الورق اللي قدامنا بيقول ايه. ادي الورق بيقول كذا، ولها مننا كل التحيه وكل الاحترام. انا ما اعرفش يعني، ما عنديش، ممكن ده يكون جهل مني ان يعني هي لاعبه او هاويه، انا الحقيقه مش عارف. انا برد على الامور بمستندات وورق، هو ده بالنسبه لنا القصه. ده البيان الرسمي بتاع التأديف. الفروسيه مسافر 10 12 واحد، دول كلهم على نفقتهم الخاصة، وعلى طول كل موضوع بيطلع ادي البيان بيترد، ولكن خلونا نركز في الميداليات، خلونا نفرح، هو ده المهم. بعض الناس امبارح وقفوا عند لقطة مهمة جدا، وهي لقطة زيزو في دخول السيد وزير الشباب والرياضة، وان زيزو يعني كان قاعد لما دخل سيادة الوزير والأمور وتعامل سيادة الوزير مع المشهد، دكتور أشرف تعامل إزاي. عايز أقول لحضراتكم حاجة ملهاش علاقة شوية بالمواضيع، الناس بتبص لها شوية بروتوكول. هنا إما الدكتور أشرف صبحي قرر إن هو يخش أوضة تغيير ملابس بتاعة منتخبنا الأولمبي، خلاص هو هنا بيخش بقى بصيغة الأب، بيخش بصيغة مختلفة تماما. ففي النهاية خلاص يعني أنا داخل ببارك اللعيبة، بواسي اللي ملعبش كويس. النهاردة في لعيب مهمد بلغة الكورة، مهمد بلغة الكورة، ومش فورمة، متضايق، طلعت ما عملتش كل اللي عليا، أنا مش قاعد عشان أنا متعالي فمش عايز أقف، أنا داون بالبلد، أهو أنا داون، فبخش انا
كأب أو كأي حاجة، زي ما والدك يخش وأنت حزين، أنت قاعد قاعد بقى إيه عامل كده متضايق زعلان بتاع مش عارف إيه، كل ده ماشي. ففي النهاية بيطبطب عليك، قوم فوق أقف مفيش موضوع. ممكن يكون الموضوع اتاخد بسكة تانية، لكن هو ده الموضوع. أنا شايف إنك متضايق، رايح لك، عارف إنك قاعد، عارف إن أنت يعني مش في أفضل حالاتك، بس بفوقك ما فيهاش لا بروتوكول ولا فيها ده وزير ولا دي قصة ولا ده موضوع. أنا في حالة زي ما الوزير يخش اللعيب بعد مسابقة زعلان يطبطب عليه قوم يفوقه، عادي ملهاش علاقة بأي حاجة. ما يخش مثلا كابتن محمود الخطيب الملعب بعد مباراة وهزيمة اللعيبة قاعدة، قوم فوق، ما تبكيش، قوم ما تقعدش. يعني هي دي الرسالة وهي دي القصة. ما يخص بقى زيزو، أنا عايز بعض اللقطات وبعض الماتشات، بعض اللقطات وبعض الماتشات كده لزيزو، لأن أنا عايز أقول للناس حاجة، وعايز أقول جملة لزيزو مهمة. عايز أقول للناس يا جماعة، زيزو لعيب كبير قدم أفضل حالاته حتى الآن، قدم أفضل حالاته حتى الآن، لأ بس هو لعيب كبير. التويتة اللي كتبها مش في محلها، التويتة اللي كتبها مش في محلها، في حريقة، في اشياط. احنا هنزقك، احنا هنفضل نزق معاك، والمباراة اللي جاية هتبتدي، وان شاء الله بإذن الله هتكسر الدنيا. سيبك من السوشيال ميديا زي ما دايما طول عمرك متعود، وركز في الملعب، وان شاء الله بإذن الله هنعدي الخطوة اللي جاية، وهتمشي الامور، وهفكر حضراتكم، وهيركز زيزو، وهتمشي القصة دي. رسالتي لزيزو، اقفل ودنك، مالكش دعوة بتويتات، مالكش دعوة بقصص. الماتشين الاولين مش افضل حل، انت لعيب كبير واحنا عارفين ان انت لعيب كبير. باشمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه عبر زوم. باشمهندس ياسر مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، الله يخليك يا كابتن، ربنا الف مبروك اول ميداليه. الحمد لله ربنا كريم، يعني الحمد لله ربنا عوض. امبارح كان عندنا فرصه في ميداليتين، فربنا عوضنا النهارده الحمد لله. انجاز كبير، والناس قعدت على اعصابها، يعني حتى الناس اللي بتتفرج على الشيش وكله مضغوط واخر ثواني، والولد حتى صورته واحنا معانا على الشاشه دلوقتي صرخه رهيبه جدا بفرحه. الله يكون في عونكم. احنا في ضغط عصبي طبعا شديد، حضرتك شايف يا حقيقه السوشيال ميديا ضغطه جامد علينا كلنا، ومش مفيش انتظار. يعني احنا في الاخر قايلين ان احنا ان شاء الله هنحقق من 6 ل 10 ميداليات او من 7 ل 11 ميداليه. ما الضغط الزياده ده بدري، واحنا قلنا الايفنتات الاكبر في الاخر، ومع ذلك الضغط من اول يوم على اللعيبه. فعشان كده حضرتك اللعيبه مشدوده جدا في البطوله دي. شفت احنا كمان مشدودين. شفت ازاي الميداليه النهارده، وشفت ازاي ميداليه امبارح، وشفت ازاي موضوع يومنا عياد؟ طيب الحقيقه انا الاول يعني ببارك لسياده الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وببارك للاستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح، لان احنا من طوكيو كان برضو في هجوم على السلاح، وساعتها انا كنت برد وبقول ان السلاح عنده فرصه كبيره ان يجيب ميداليات في المستقبل، وده اللي حصل النهارده. فانا ببارك لهم الاثنين، لان الحقيقه مجهود الوزاره ومجهود الاتحاد مجهود كبير. شفت ميدالية النهارده انه كرم من ربنا عشان الناس تهدى علينا شويه، لان لو الناس استمرت في الضغط الشديد ده علينا واحنا اتاخرنا في الميداليات، لان هيبقى في انهيار للبعث. فالحمد لله انا شفت. ما تقلقش يا كابتن ياسر، طول ما احنا موجودين ما فيش انهيار ولا حاجه، صوتنا عالي وما تشغلش بالك. انا عارف والله، انا بشكركم جدا، لان انتوا اول ناس مهتمين بدعم الرياضه، فانا بشكركم، واحنا ان شاء الله قدها، احنا هنكمل وهنقاتل لغايه اخر ثانيه، وان شاء الله مش هيفرق معانا حاجه، بس احنا بنرجو من الناس اللي فاهمه رياضه ان هي تساعدنا في ان احنا نقدر نهدي اللعيبه، لان الضغط ده شديد قوي على اللعيبه. بالنسبه لنا احنا مش شديد، احنا في العمل العام متعودين، انما دول اطفال، في منهم عندهم 15 و16 و17 و18 سنه، يعني ده ضغط غير عادي. ميدالية امبارح وزياد وحالة البكاء اللي الولد كان عليها وزوجته، يعني أنا النهارده كنت مع زياد ومع محمد عامر، وقلت لهم أنتوا أبطال الرابع والخامس في الأولمبياد، ما هوش ما أنتش الأخير ولا أنت لعيب أي كلام، ده بيحصل وارد جدا. النهارده زي ما اللعيب المجري خسر بلمسة، كان وارد إحنا نخسر بلمسة،
وهي دي الرياضه. هل النهارده المجر لما خسرت الميداليه في السلاح، هل المجر دوله مش متقدمه في الرياضه؟ يعني الحقيقه يعني انا كمان قلت له احنا ان شاء الله هنجيب ميداليه في الفرق بتاعه الصب، وهيكون فيها عامر، وهيكون فيها ان شاء الله معتز مدحت، وهيكون فيها زياد السيسي هو الكابتن بتاعها. ان شاء الله في ميداليه تانية وتالتة ان شاء الله في السلاح. ابتديت حديث حضرتك النهارده بان انت بتبارك لسيد وزير الشباب والرياضه، واضح ان انتوا على علاقه طيبه، ولكن امبارح كان في تويته قلبت الدنيا ولخبطت الناس وقالت كابتن ياسر رايح لفلان رايح لان، ايه الموضوع؟ على فكره انا التويته دي بتكلم عليها على امر في مصر مش في فرنسا، بس انا يعني انا من حقي على صفحتي الشخصيه، انا في صفحه رسميه وفي صفحه شخصيه، هكتب اللي انا عاوزه، انما الناس تقعد تترجم. انا قادر ان انا لو عندي مشكلة هقولها، بالعكس وزير الشباب والرياضة هو أكتر واحد يستحق هذه الميدالية، لأن وزير الشباب والرياضة هو اللي عمل الخطط العلمية في وقت حضرتك عارفه كويس قوي، كان في مشاكل اللجنة الأولمبية والوزارة، لكن هو استمر في العمل ودعم الرياضة لغاية إن شاء الله ما هنوصل للتارجت بتاعنا إن شاء الله. كابتن ياسر، أنا عارف إن أنت كنت قاعد مع الوزير إمبارح لحد الفجر، بس أنا ليا رجاء عندك لو تسمح لي. ما تفضفضش على صفحتك الخاصة تاني لحد ما نخلص الميداليات وتخلص الأولمبيات. لا مش عارف. سيب محمد يفضفض لك يا كابتن ياسر. يلا بالتوفيق إن شاء الله يا كابتن ياسر، إن شاء الله واللي جاي كله. أنا بتفرج يا كابتن سيف شكر شخصي، لأن الحقيقة أنت يعني إعلامي قدير ومقدر وراجل رياضي وفاهم كويس قوي اللي بيحصل. الحمد لله. ودعمك لينا ده ان شاء الله مش هيتنسي، لان دعمك لينا ده ان شاء الله هيبقى لينا في المستقبل نتائج، وهنحتفل معاك ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. وكلنا فريق الاعداد بتاعك، ان فريق الاعداد بتاعك اون سبوت يعني في لحظه كلموني وبعتوا لي الزوم، فانا بشكرهم جميعا. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وكلنا داعمين في ظهر الدولة المصرية وفي ظهر الميداليات، وهو ده الهدف ان شاء الله. كل حاجة هتتنسي بعد ان شاء الله ما نخلص ميدالياتنا وتخلصوا انجاز حضراتكم. مبروك اول ميدالية في الاولمبياد، مبروك المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، مبروك لكل الشارع الرياضي، وان شاء الله باذن الله هنبارك كتير ان شاء الله باذن الله، مدعمين لحد اخر لحظة لحد ما نخلص المهمة ونجيب ارقامنا ونعدي كمان ارقامنا، وبالتوفيق للجميع وفي ظهر كل البعثة المصرية، لان احنا لعبناها كتير قبل كده وحافظينها. البدايات دائما لا تعبر عن النهايات، ما تخشش على السخن في الاول وتنتقد وتعمل ازمات وبعد كده تلاقي نفسك في موقف محرج، استنى اصبر سجل والحساب متاجل زي ما بنقول لحضراتكم كده، مفيش اي مشكله. اذا المنتخب الاولمبي ما يخص زيزو، وقف التويتات، امنع التويتات، اقطعوا النت عن زيزو، خلاص حط قطن في ودانك زي ما انت دايما معودنا، انت ابرد لعيب في مصر ودي ميزه. زيزو ده لعيب مؤدب وعلى خلق وبارد وهادي ومش سامع حاجه وتتهزش، ما تقولش انا ازاي كده في اول ماتشين، هترجع الماتش اللي جاي وهتكسر الدنيا واسمع لوالدك واسمع للناس اللي بتحبك، اسمع، سيبك من اي قصص، سيبك من اي خلافات، سيبك من جمهور هنا ولا هنا، سيبك من تويته تكتبها واحد يقول لك الله ايه الحلاوه دي، بص سخن الجمهور ازاي، شياط وبتاع، لا انت مش ده خالص، انت مش ده خالص. واكيد والد زيزو اللي انا اتكلمت معاه كتير قبل كده عارف انا بقول ايه، ده زيزو قطعيه تانيه خالص، يرجع تاني لمكانه الطبيعي. وانا بقول لحضراتكم المباراه اللي جايه هيتالق ونقطه من اول السطر ونروح لنقطه بعيده، لان احنا مش بنقيم لاعب هو لعيب كبير غير موفق حتى الان، ده موضوع تاني خالص على جنب. كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي ان شاء الله باذن الله في القادم. عندي رجاء مهم، رجاء لا السادة القضاء في لجنة الانضباط، ونكن لهم كل احترام ولا تعقيب دايما على قراراتهم زي ما دايما متعودين، بس هو التوقيت، في ناس النهارده طلعوا قالوا ان في اجتماع لجنة الانضباط هيطلعوا بقرار، هو الحقيقه ما كانش في اجتماع، هما النهارده الناس كانوا عاملين جلسه لاستلام الاوراق واستلام الفيديوهات بما يخص مباراه الاهلي وبيراميدز. احنا في ظروف صعبه، احنا في ظروف صعبه، لابد من عقوبات على المخطئ، اي مخطئ ايا ما كان، يعني مين فين الساعه كام اللي اخطا يتعاقب، بس يبقى في عقاب. لان انا ليه بقول كده؟ هنيجي الماتش اللي جاي اللعيبه هتلعب
وهيبقى في لعيب اخطأ هيلعب ولعيب تاني تعاقب، هذا ليس بالعدل. زائد ان الملعب هيبقى سخن بقى، انا عملت كده وما حصلش حاجه، فهيجي ده طب ما انا عملت كده وما حصلش حاجه، هيجي ده يقول لك طب ما انا ده اتعاقب بعد 6 7 8 ماتشات، فانا مش مشكله ان شاء الله في نهايه الموسم. احنا محتاجين قرارات سريعه من لجنه الانضباط في هذا الشان عشان الحاله دي تقف شويه، علشان الامور تنضبط شويه، لان الامور الفتره اللي فاتت فكه خالص، فكه خالص. وعايز اقول جمله، ماتش بيراميدز والاهلي الكوره فيه كانت بعافيه شويه، يعني الكوره فيه كانت ليست افضل شيء. قعدنا بقى ندور على لقطه بره الماتش، على فيديو من هنا ولقطه من هنا وقصه من هنا، والله ينور عليك يا فلان، واصل كان يا مكان، ونقعد طب ده حضرتك ليه علاقه بالكوره؟ لا مش علاقه بالكوره. طب حضرتك الكوره ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين. هنفضل مكمل بقى مكملين بالصلاه على النبي كده، ده ضربني امبارح فانا هضربه النهارده، فانا ده زعلت الجمهور ده فالجمهور ده بيهتف لي، ف ده ايه علاقته؟ انا كسبت بطوله؟ لا. انا مكسر الدنيا؟ لا. انا بقدم مستوى فني كويس؟ لا. انا قاعد بغازل الجمهور بكلمات وبحركات وباداء، فين الكوره؟ هتلعب ازاي كوره في الاجواء دي؟ هتلعب ازاي كوره في الاجواء دي؟ انا عايز اركز 90 دقيقه في الملعب، انا عايز اقيم لاعب لعب كوره وجاب هدف وعمل كام اسيست واناليسيس بتاعته عامله ازاي واحصائياته عامله ازاي، مش عايز اشوف اللاعب ده عور كام واحد وقص كام واحد واخد حقه ازاي وده عمل ايه، اصل ده اتوقف وده ما اتوقفش، وده وهو طالع قال ايه، وده وهو راجع عمل ايه، وبعد الماتش ده دخل قال ايه. انا بقيت شايف اللعيبه، في لعيبه بقيت بسمع عنها من احداث خارج الملعب، يعني هو فيم الفرقه مش موجود بقاله فتره. طب انت حضرتك متعصب ليه؟ يعني متعصب وبتتجاوز وبتشتم وبتعترض وهنا انت اصلا مش موجود، يعني ركز الاول ان انا العب، ثم انا اتضايق بقى وبتاع. انا ابتديت احس ان كل واحد يبحث عن لقطه، وانا ما بقولش اسامي عشان ما يقولوش انت مع ولا على ولا بتاع، في شكاوي من هنا وشكاوي من هنا، بس الناس لازم تحس ان في عقاب شديد عشان كله يحس ان في حد، يعني عارف لما تقول لك ايه الاوضه دي لو فتحتها تتلسع من النار، فخلاص محدش يمد ايده بقى تاني، كله يبقى فيه التزام. ما نقعدش ارجوكم فتره طويله ونلاقي اللعيبه في الملعب، الدنيا هتسخن اكتر، الجمهور هيتضايق اكتر، الاعلام هنفضل نتكلم اكتر، عايزين نقفل المواضيع، عايزين نتكلم في حاجه مفيده. انا من هنا بترجى حضراتكم لجنه الانضباط اتحاد الكره المصري، عايزين حضراتكم عقوبات سريعة عشان نقفل الباب، وتكون عقوبات عادلة رادعة عشان نقول لواحد لو تجاوزت هيحصل كده بعد كذا، لكن كل ما بنغلط كل ما بيحصل موقف غلط تيجي في موقف تاني يقول لك ما هو فاعمل ده زي ده، فهي بتعك من هنا وبتعك من هنا، وهي دي المشكلة. في أحيانا بنتكلم كتير والأداء قليل، واحيانا بنعترض كتير والاداء كبير. صوره النجم اللي هتيجي على الشاشه قدامنا ده دلوقتي، ده اكتر واحد محتاج الناس تعمل له اعتذار جماعي، يعني لازم كده نيجي في يوم نقول ايه، الاعلام المصري يتجه بالكامل للاعب محمد النني بالاعتذار للاعتراض على انضمامه. لازم يحصل حاجة كده، مفيش واحد قايل النني يروح، ومفيش واحد قال لمكلي عندك حق انك تاخد النني، ومفيش واحد امبارح ما قالش ان النني ده نجم المنتخب الاولمبي رقم واحد اخلاقا وادبا وكل حاجة. طب ليه الطلعة دي؟ كلام كتير ولكن النني ما اتكلمش ولا كتب تويته ولا نزل حاجة ولا الكابتن ناصر كتب له كلمتين، مفيش حاجة خالص. الراجل راح قدم نفسه في الملعب، فكل اللي انتقده حياه، وكل اللي غلط فيه اعتذر له، والناس بقت احنا اسفين يا نني، وكل الناس بتنادي ان لازم يرجع الاهلي والزمالك. ادي الرد، رد الملعب، رد ربنا بيدي المجتهد. كابتن ناصر النني مساء الخير. كابتن ناصر مساء الخير.
كابتن ناصر. حبيبي يا كابتن سيف. صباح الفل يا كابتن، وحشني، اخبارك ايه؟ يا كابتن سيف وانت كمان يا كابتن والله. ربنا وانت كمان. ربنا يخلي لك النني. اللعب على البحر الله. اللي انت عملته له جاب نتيجه اهو اهو. حبيبي يا كابتن سيف والله. لففت معاك راس البر وديته اسكندريه. بص النهارده بقى ايه؟ حبيبي يا كابتن، حبيبي والله. الف مبروك للنني، رد على الدنيا بكي. كلها. كلامك جميل والكلمتين اللي انت قلتهم بصراحه يعني لازم الناس كلها تعتذر للنني، فدي بصراحه يعني كلام بابا مبسوط منه، يعني ببقى فرحان ان كابتن كل الناس يعني بيكلموا بيشيلوا محمد النهارده، فدي حاجه والله اسعد واحد في الدنيا كابتن سيف بجد والله. هو بص محمد بغض النظر عن اي شيء يستاهل كل خير، ادب واخلاق وتربيه واحترام. حاجه جميله يا كابتن والله العظيم، لما تتعامل مع يعني انت اكيد تعاملت معاه كتير وكل الناس تتعامل قريبه منه، يعني انا فرحان بالمنتخب الاولمبي، الاولاد كلها بتجرت عليه بعد الماتش ديت، خلت الواحد يعني يفكر كده مع نفسه، يعني ايه الحب اللي في اسبوع ولا اسبوعين دي بالطريقه دي صراحه. يعني في كلام يعني ان في كلام ان في عرض من الاهلي وفي عرض كبير من الامارات، بترشح له فين انت؟ انا كابتن والله انا قلت يعني مصر النادي الاهلي اللي هو اتربى فيه، يعني يعني بره في اوروبا بقى هو محمد يعني حسب العروض اللي جايه له وحسب تفكيره اللي هو يروح اي مكان، دي بتاعته هو يعني. لكن يعني انا كناصر مني او والدته الله يرحمها بنتمنى طبعا ان محمد يبقى متواجد في النادي الاهلي، ده نادي كبير طبعا هو متربي فيه اصلا كده يعني. يعني انت امنيتك انه يلعب في الاهلي؟ طبعا 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 طبعا. اقرص عليه يا حاج ناصر، هو هيكبر عليك ولا ايه؟ اقرص عليه. حبيبي يا كابتن سيف، هو طبعا محمد طبعا يعني دلوقتي هو مع المنتخب الاولمبي، انا شايفه مركز يعني تمام كلامي، يعني هو مركز مع المنتخب الاولمبي قوي، يعني عايز ياخد ميداليه واكيد بيفكر في حاجات كتير، فربنا يكرمه باذن الله والله. ربنا يكرمه ويكسر الدنيا مع المنتخب الاولمبي ويوصله لابعد نقطه، وبندعي لهم يا رب ان شاء الله. شكلك كده، شكلك كده هتشوفه بالتيشيرت الحمراء السنه الجايه. يا رب يا رب. ايه يا دي 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 يا دي من جوه خالص، ايه يا دي؟ طبعا طبعا امنيه ليك انه يلعب في الاهلي رغم كل الانديه الكبيره اللي لعب فيها. طبعا 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 طبعا، دي يعني حاجه كبيره طبعا، النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يا كابتن، على مستوى العالم كمان، يعني مش من احسن الانديه في العالم من النادي الاهلي طبعا. يا رب ان شاء الله باذن الله يختم في مصر ويختم ختام كويس كده يليق بيه، وان شاء الله باذن الله تفضل دايما في ظهره كده وظهر وسند ليه، وتلففه على شواطئ مصر كلها، ما يكبرش ابدا. التنطيطين دول هم اللي جابوا النتيجه يا حاج ناصر. حبيبك ماشي يا كابتن ناصر، نشوف حضرتك على خير يا رب. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر النني، والد محمد النني. هو ده اللي رد في الملعب، هو ده اللي رد بدماغه، هو ده اللي رد من غير تويتر. على فكرة احنا برضو مش هنقيمه، هو الناس قالت ان خلاص بطل كورة، اعتزل، جايبه بعد ايه؟ ولكن واضح ان هو عارف يجدد المود وعارف يشتغل بشكل قوي جدا. في معانا احتفالية كبيرة جدا من فرنسا من باريس، والسيد وزير الشباب والرياضه بيبكي بعد الحصول على الميداليه. انا اكتر واحد احس باحساس المسؤول هنا عامل ازاي، اكتر واحد احس هو مستني الميداليه والمشوار، شايل هم بعثه بالكامل. بص لا تقول لي بقى وزير ولا تقول لي حاجه، هو مصري، واحد مصري واقف مع اللعيبه، واقف مع الشباب، بيشجع وبيساند، وهو ومستني ميداليه ومستني فرحه وبيبكي زيه زي الناس، لان هو في الاخر النجاح للكل، واي اخفاق هيشيل قصه كبيره. هي مش دي الرياضه، بس للاسف بقت دي الرياضه، كله فرحان، كله مبسوط، لاعبات، رئيس اتحاد، وزير، ما تقوليش بقى عامل مهمات، ما تقوليش، كله فرحان، كله مبسوط قدام الميدالية، قدام اسم مصر اما بيرتفع فوق، انسى القصة. اشرف صبحي يبكي بعد الحصول على الميدالية، لان الحقيقة فرحة
كبيره. كان ممكن لو في توفيق شويه يبقى النهارده ميداليتين، ولكن هارد لك لزياد، ولسه المشوار قدامه كبير، ودايما مساندين ليه مستر رياضه ان انت تطبطب على اللاعب طالما ما قصرش، طالما عمل اللي عليه. على فكره، وهي دي رساله وكلام السيد الرئيس، السيد الرئيس في كل جلساته مع الرياضيين وفي التكريم يقول لهم كده، يطبطب على كل لاعب، اعمل اللي عندك واظهر بمظهر مشرف، ده المهم، والتوفيق والنتائج بتاعه ربنا في الاخر. الرياضه مش كل يوم بتديك، احيانا يوم موفق احيانا مش موفق، ولكن النهارده هو يومنا، وان شاء الله باذن الله تكون الايام اللي جايه كمان ايام مختلفه. اروح ولا نقعد في باريس شويه؟ فرحه كبيره اهو من كل اللاعبات والبعثه، ويعني ميداليه الحقيقه غاليه جدا، وكله قايم وكله بيحتفل. يا رب كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لكل البعثه المصريه، ومزيد يا رب من الميداليات. اروح ده الجمهور الفرنساوي هو برضه متحمس معانا وسخن معانا ومشيت الامور اهو. هو الصاله دي في باريس مش هنا في القاهره، بيسقفوا اهو بيحيوا اللاعب المصري اللي الحقيقه شرفنا ورفع راسنا. يعني لقطة الحقيقة أنا قعدت أتفرج عليها جوه في المكتب، مش فاهم قوي في قانون اللعبة، بس اللي هو إيه كلنا عاملينه بقى خلص كسب. هو اللي فاهم قوي فيها محمد دبرداش، هو كده خلصت على طول أول ما عمل التاتش. أنا ما كنتش فاهم قوي، بس الحمد لله خلص الموضوع. نروح للنادي الأهلي. النادي الأهلي إمبارح أنا قلت لحضراتكم النادي الأهلي بيخلص لاعب كبير هيكون مفاجأة. كل الأسامي اللي طرحت مؤخرا، يحيى عطاء الله واسامي تانية، النادي الاهلي داخل فيها ناس كتيره جدا ناقشوا الموضوع، وناس كتيره وفي الاعلام والقصه، واحنا ما بنقولش حاجه غير واحنا ماسكينها كويس، النني بيقترب، ولاعب تاني زي النني ممكن يكون بيقترب، ومفاجاه امبارح حضراتكم هتسمعوا وتشوفوها قريب. النادي الاهلي، في بعض الناس سمعت امبارح قصه كده، النادي الاهلي بيجيب صفقات كتيره واللعيبه اللي عنده هيبيع بكام؟ هيطلع بكام؟ النادي الاهلي صفقاته الجديده ممكن هتتخطى اكتر من 400 مليون جنيه. افتكروا حضراتكم الارقام دي كويس. طيب النادي الاهلي اللعيبه اللي بتخرج دي هتخرج ازاي؟ النادي الاهلي قلما اما هيخرج لاعب ببلاش. النادي الاهلي عنده عدد من اللعيبه، دي ممكن هتتخطى في بيعها 200 مليون جنيه لو النادي الاهلي اخذ القرار. فواحد يقول لي يا عم والنبي بقى 200 مليون و300، انت قاعد، ما هو انت مش حاسس بحاجه، قاعد تدلنا في ميات وخلاص. اقول له طب انت معترض على ايه؟ اهدى بس عشان نقنع بعض. انت معترض على الرقم يتخطى ال 200 مليون؟ يعني ما يهمكش خالص، القندوسي لوحده هيجيب للاهلي 100 مليون جنيه ولا يهمك، يعني ما فيش حاجه، احنا لسه ما قلناش حاجه، احنا بنتكلم يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ده القندوسي، ما دخلناش محمود متولي الوحيد اللي الاهلي هيسيبه خلاص فري. بيرستاو كيفي مليون دولار، ادي 150 مليون جنيه. دخلناش سيادتك على كهربا، ولا رحنا على عبد المنعم، ولا اتكلمنا في قفشه، ولا دخلنا في طاهر لو الاهلي اخد قرار ان هم مش موجودين، واعتقد ان هيبقى فيه كلام كبير في القصه دي. بعض الناس قالت لك ان القندوسي في كلام داخل مصر،
في كلام داخل مصر. الكلام اللي داخل مصر للقندوسي ناديين فقط لا غير، ناديين فقط لا غير، سيراميكا وزد، دول الناديين اللي بيتكلموا داخلين على القندوسي، وداخلين على القندوسي إعارة وليست بيع. يعني إيه؟ عايزينه إعارة مش عايزينه بيع؟ لا، الأرقام اللي جت للأهلي تخلي أي نادي مصري الأمور تبقى صعبة إن هو يكمل. خلاص النهاردة سيراميكا عمره ما هيدفع 100 مليون جنيه في لعيب، زد عمره ما هيدفع الرقم ده، فقصة الإعارة خلاص انتهت. فالنهاردة الأهلي دخل في بيع، فالنهاردة ما فيش نادي في مصر النهاردة هيتقبل أو هيقدر إن هو يدفع الرقم ده. واحد يقول لي لا في، أقول له ماشي، بس من الصعب إن ياخده مباشرة من الأهلي. بيراميدز ممكن يبقى القندوسي على راداره، ولكن تبقى خطوة تانية من نادي تاني. القندوسي عنده إعارات كتيرة وإعارات مهمة، والفترة اللي جاية الأمور معاه هتختلف. عنده أرقام كبيرة ليه، ولكن هو مش موافق. بيرستاو جاي له رقم، ولكن عايز يكمل آخر سنة في الأهلي ويطلع فري. هل هيكمل ولا لأ؟ واحد يقول لي طيب أنا عمال أسمع ده خارج وده خارج وده خارج. ما هو هو كولر أخد قرار إن عايز يعمل أبجريدنج للأجانب اللي موجودين. عايز يعمل أبجريدنج للقصة اللعيبة اللي موجودين، عشان يعمل أبجريدنج هيخرج، معنى كده إن هو خلص. وأنا بأكد لحضراتكم في أسامي طرحت على الساحة إن الأهلي بيخلص معاها، الأسامي دي مرمية مرمية للترقيص فقط لا غير. الأسامي دي اترمت وأندية كتيرة دخلت عليها، ومش هي دي الأسامي اللي الأهلي رايح لها. الأسامي اللي الأهلي رايح لها معظمها خلص فيها، الأسامي اللي الأهلي رايح لها معظمها خلص فيها. الاسم اللي بيرميه النادي الأهلي بيبقى الحاجتين، يا مضاه يا مش في حساباته، يا مضاه زي أيمن يا مش في حساباته. ركزوا معايا وافتكروا الكلام ده كويس قوي، افتكروا الكلام ده كويس قوي. ده ما يخص النادي الأهلي. ما يخص نادي الزمالك، نادي الزمالك آخر حاجة في الأهلي، كولر قعد مع عدد كبير من اللعيبة وقال لهم تخلصوا الماتشات اللي جاية تاخدوا أجازات وتريحوا، اللي عايز أجازة يكسب، عايز أجازة وعايزنا أستعين بالناشئين الفترة اللي جاية اكسب عشان أريحك علشان تستريح. فده حافز كبير للاعبين. الزمالك مستني قبل انتهاء الدوري بثلاث ماتشات هيقعد ينهي موضوع الناشئين، مين هيكون مع الراجل، احتياجات الراجل للسنة اللي جاية. في اتنين لعيبة الزمالك دلوقتي بيخلصهم، في مدافع، في مدافع في نادي حديث في الدوري الممتاز الزمالك بينهي التعاقد معاه، في مدافع قوي في الدوري الممتاز الزمالك بينهي التفاوض معاه. الزمالك بيعمل صفقات جيدة، ولكن إدارة الزمالك الحقيقة بتعمل حاجة أفضل من كده، بتعمل سقف لكل اللعيبة، وفي لعيبة أيضا هترحل. ياسر حمد، إبراهيم نداي رسمي خلاص، ومحمود علاء خلاص، التلاتة دول رحلوا. اللي ما جددش لحد دلوقتي ممكن بنسبة كبيرة ما يكملش، بنسبة إلا اتنين، أوباما وعواد، هم دول اللي ممكن يكون في كلام. طب إيه الاختلاف؟ الاختلاف إن في رقم الزمالك مش هيعلى عنه. أنا شايف إن إدارة الزمالك ماشية بشكل جيد جدا في التعاقدات، في السقف، في تظبيط أوضة اللبس، في الصفقات، بيبحث في الناشئين في فرصة كبيرة. كان قرار أنا شايفه قرار رائع جدا، فأنا شايف إن السنة دي الزمالك قدر يستثمر الموسم بشكل جيد، لأن كان ممكن يكمل الموسم كده من غير ما يدي ناشئين، وكان مش ما كانش هيبقى في استفادة في أي حاجة. ده ما يخص الزمالك. عندي نصيحة لحارس مرمى بعزه وهو محمد عواد. محمد عواد أنا بنصحه نصيحة إن يمضي في النادي الزمالك ويعمل تاريخ ليه في الزمالك، غير لو جاي له حاجة بره بأمور مادية ده قراره يحترم، ولكن هو محتاج يعمل تاريخ ومحتاج يركز.
يلعب في نادي تاني غير الزمالك في الدوري المصري افضل له الزمالك. شفنا عدد من المديرين الفنيين الفتره اللي فاتت رحلوا، الموسم الجاي ممكن يبدا بتغييرات معينه، في بعض الانديه جددت، البنك الاهلي جدد للكابتن طارق مصطفى، اكيد علي ماهر هيكون مكمل، والنهارده كمان في خطوه جديده جدا، نادي زد النهارده بيعلن رسميا التجديد للكابتن مجدي عبد العاطي وجهازه لمده موسمين. وجهازه لمده موسمين، نفس البلان اللي الناس اشتغلوا بيها وتحركوا بيها النهارده بينفذوها رسميا خلاص. قعدوا من يومين مع مجدي عبد العاطي بالجهاز بالكامل بكابتن وليد صلاح الدين بكل الجهاز، هيكونوا موجودين لمده موسمين في نادي زد. لا البلان ان هي تكتمل، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق لكل الانديه المصريه في الفتره القادمه. نطلع فاصل ونعود بعد الفاصل مع الكابتن خالد غندور وحديث خاص جدا بعد الفاصل. محمد صلاح لعيب مهم جدا 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 لاي منتخب في العالم. الحكام هنا بيبقى عليهم ضغوط وبيقلقوا، انت تدفع فلوس عشان تلعب في الزمالك. ابو جبل منذ ان ترك الزمالك اصبح لا يفكر في كره القدم من وجهه نظره. رمضان ده لو في الاهلي وتم استبعاده كان هيحصل ايه؟ ياسر ابراهيم اتظلم ظلم كبير جدا. شكرا على الصفقات الجديده اللي هتقوم الزمالك على حيله. هو الاجهاد ده مرتبط بالاهلي بس؟ بس خلاص. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين مع ضيفي ونجم النهارده الكابتن خالد غندور اللي عنده توقعات بعافيه شويه. دينا هي اللي امورها ماشيه تتعادل، دينا النادي الاهلي هيكسب. صح. يعني مبروك للنادي الاهلي، واعتقد حسم الدوري خلاص لصالحه. وانا قلت لك يا كابتن سيف ما كنت معاك، قلت لك ان ماتشين البيراميدز والاهلي هم اللي هيحسموا بطولة الدوري يعني، وده اللي حصل فعلا. خلاص، وبيراميدز رمى الفوطة يعني وخلاص. الموضوع منتهي، يتعادل مع الزمالك، والزمالك أساسا بلا فريق تقريبا، عنده غيابات رهيبة، 6 7 لعيبة أو 8 لعيبة. لكن الأهلي يستحق الدوري السنة دي. الأهلي يستحق الدوري السنة دي. بيراميدز عمل موسم جيد. بيراميدز عمل موسم جيد. الزمالك عانى من مشاكل كبيره جدا، نتمنى ان هو يتداركها في الموسم الجديد ان شاء الله، ونشوف 3 فرق اقوياء، نشوف زد السنه الجايه، بانج الاهلي في حالتهم، سيراميكا، دي فرق تستطيع انها تنافس حتى النهايه يعني. رايك في احداث المباراه؟ مباراه الاهلي وبيراميدز؟ فيديوهات كتيره، تصريحات كتيره. المباراه الثانيه يعني؟ مش عارف ليه الامور فيها شد. بص يا كابتن سيف، يعني مش عارف ليه في شد بين الاهلي وبيراميدز، يعني مع ان مثلا يعني صاحب هذا النادي، اول صاحب لهذا النادي هو المستشار تركي الشيخ، كان رئيس الشرفي للنادي الاهلي. مدير النادي، اول مدير نادي كان كابتن حسام البدري، يعني نجم من نجوم النادي الاهلي ومدير الفني السابق للنادي الاهلي. حتى صاحب القضيه ممكن ده لاعب بيراميدز المنتقل من بيراميدز للنادي الاهلي، كابتن احمد حسن الصقر كان من نجوم النادي الاهلي وكان موجود مشرف عام على فريق الكوره، كابتن هادي خشبه واحد من نجوم النادي الاهلي كان رئيس قطاع الناشئين. يعني انا مش فاهم، كابتن حسام حسن واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي التاريخيين والهداف التاريخي النادي الاهلي، كان مدير فني لهذا الفريق، وبالتالي يعني مش عارف العلاقات ليه عامله كده. يعني في نهايه كوره يا جماعه، يعني في نهايه كوره، وحاسس ان اجواء يعني ملهاش معنى او ملهاش منطق. يعني حتى بيراميدز مش من نادي جماهيري، يعني مش النادي الند بالند. يعني النادي الاهلي شعبيه طاغيه، تاريخ رهيب، يعني النادي الاهلي من 1907 شعبيه، مئات الملايين من الجمهور بيشجعوا على مستوى الوطن العربي والعالم. في المقابل بيراميدز كان نادي اسمه الاسيوطي، ثم تحول الى بيراميدز، ما بقالوش 5 6 سنين. انا مش عارف ليه الاجواء يعني صعبه كده، لكن في النهايه يمكن التنافس، وان كانت مبارياتهم مع بعض هي اللي هتحسم بطوله الدوري،
يمكن ده اللي خلق الاجواء دي. لا وبرده قرار التذاكر وموضوع التذاكر برده يعني عمل دوشه شويه مع الجمهور. بص يا كابتن سيف، يعني انا على فكره اتكلمت في موضوع التذاكر ده، وانا كنت ضد ان 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 البيراميدز يعني يرفع التذاكر، لان بيراميدز لو بيرفع التذاكر عشان هو محتاج فلوس ما عنديش مشكله خالص، ان شاء الله يخلي التذكره ب 1000 جنيه ما فيش مشكله. ايه المشكله؟ ده ملعبه، زي مثلا سان داونز بيلعب الزمالك مثلا في جنوب افريقيا او بيلعب الاهلي، والله عمل تذاكر كده زي ما هو عايز، او مثلا الاهلي بيلعب سان داونز في مصر او الزمالك في نهائي افريقيا، عملوا التذكره غاليه جدا. لكن فكره ان انا بعمل التذاكر غاليه عشان خاطر انا داخل في خناقه مع الاهلي، هي دي اللي عملت اللغط. لكن من حق اي نادي انه يحدد التذاكر بتاعته ويسعرها، لكن طالما هو محتاج فلوس. لكن لو انا مش محتاج فلوس هعمل ده ليه؟ مش في محلها. رايك في استقبال جمهور الزمالك في المباراه الاخيره للشيبي والانتفات ليه وتحقيقته تحت هو تحت الجزء التنافسي ما بين الاهلي والزمالك؟ طبعا يعني طبعا هو بس على فكره يعني مره واثنين وثلاثه يا جماعه لازم نكون حقانيين بالمنطق. كتير جدا من الناس دفعت عن حسين الشحات بعد الموقف اللي عمله ضد شيبي. غلط طبعا. كتير. وكتير غلطوه. واللي قال لك ده شتم ام حسين الشحات، ده عشان ما اعرفش ايه، ده يستاهل، ده في ناس طلعت على الهوا كابتن قالت الالم كيفني في الاعلام المصري. في ناس طلعت تخيل الحاجات دي. تخيل يا كابتن كان لازم يتضرب، كان لازم يتشتم. يعني ما ينفعش يا جماعه كلام. بعد كده ينفع الحاج عامر حسين بعد ربع ساعه يطلع قرار بايقاف حسين الشحات ماتشين؟ ده يا جماعه هو ده لب الموضوع. اي لاعب يخرج عن النص يعاقب يا كابتن. انت شايف ان احنا محتاجين ايه للانضباط؟ الانضباط ان احنا ننسى الالوان ونلغي التليفونات اللي بتيجي لرؤساء اللجان. والنبي خلص لي القصه دي، والنبي اقفل لي القصه دي. لا لجنه الانضباط ما ينفعش يجي لها. انا ما بقولش للجان. انا ما قلتش لجنه الانضباط انت هتقول. انا قلت يعني للجان. انا قلت للجان. وبالتالي طبعا هقول لك حاجه يعني عشان نكون منصفين. لجنه الانضباط طلعت قرار بايقاف دونجا الزمالك 4 ماتشات لم ينفذ. لجنه الانضباط طلعت قرار بايقاف كهربا 12 ماتش وكان اولهم ماتش السوبر اللي الزمالك انسحب فيه لم ينفذ. ولجنه الانضباط ملهاش سلطه، الاتحاد ملوش سلطه عليها. يعني قراراتها نافذه. مفيش حاجه اتحققت. تفتكر ليه يا كابتن؟ هقول لك نمره ثلاثه. جوميز مش موجود في لجنه الانضباط قصه ضده وزق الحكم؟ لسه ما اتنظرش فيها برضه. طب هسال سؤال. هو ينفع حكم ما يعاقبش المدرب اثناء اللقاء ويكتب فيه تقرير بعد المباراه؟ ايه ده؟ يعني ايه ده؟ يعني ايه؟ والله العظيم عمري ما شفتها في حياتي. يعني حكم قدامي كده فالحكم انا زقته كده وبعد كده صلاح ولا يهمك يا عم وما اعرفش ايه وكده. انت معايا سرعه القرار. سرعه القرار ولجنه الانضباط تكون قراراتها نافذه على اي حد. صح. إيه انا زعلان دلوقتي، معلش، مش جمهور النادي الاهلي زعلان من مروان حمدي وان هو شتم وطلع اعتذر والناس مستنيه عقوبه مروان حمدي الاهلاويه، وعندهم حق. مروان حمدي اخطا، مروان حمدي لازم يعاقب. بس وانت حضرتك حسين الشحات كنت مبسوط منه ليه؟ انت زعلان من مروان حمدي؟ الاثنين غلطانين. لا حسين غلطان ومروان غلطان طبعا يا باشا. انا بتكلم على فكره الجماهير والقصه دي. انا يمكن عايز اكلمك في موضوع الجماهير ده بس مش دلوقتي، نطلع فاصل على موضوع زيزو. موضوع زيزو. لا زيزو اتفضل اللي عندنا وقت. اتفضل. بص يا كابتن نسيف، دلوقتي زيزو طلع في اكتر من مكان، قمه الاحترام للنادي الاهلي. زيزو ووالد زيزو وعائله زيزو قمه الاحترام للنادي الاهلي. الكلام الموزون، كل كلمه موزونه من زيزو. بيحترم النادي الاهلي، بيحترم جمهور الزمالك، عمره ما بيعمل فتنه، عمره ما بيعمل تعصب، محترم مع الجميع، لعيب محترف. طب حضرتك بتشتمه ليه؟ حضرتك بتتريق عليه ليه؟ حضرتك بتقول عليه ايه يا عم؟ ده احسن لعيب كره في مصر. ده عارف ليه يا كابتن؟ عشان احنا عندنا صفحات منتميه للانديه
بتشتغل بفلوس. يعني انا الصفحه دي عشان الناس تشوفها، عشان الناس تتفرج عليها، عشان الناس تعمل لايكات، عشان الناس تعمل مشاهده، عشان الناس تعمل لايف والناس تتفرج، اقعد اتريق على زيزو، اقعد اتريق على لاعب من النادي الاهلي. خلينا نقول ان اي خروج عن نص التكرار ده مش مقبول. انا عايزك تشرح لي الحاله نفسها بتاعه زيزو. زيزو قدم مباراه اقل من المستوى، لم يكن زيزو موفق. الاولانيه ولا الثانيه؟ الاولانيه كان عادي والثاني كان اقل من العادي، واللي مفروض من زيزو يكون افضل من كده. ايه الاسباب؟ زيزو راح على الاولمبياد على طول، ولا عمره لعب مع اللعيبه دي، ولا عمره يعني خلاص يعني ده راح على قبل الاولمبياد ب 10 ايام. دي نمره واحد. نمره اتنين، زيزو بيلعب. طب النني كده، النني بيلعب، النني بيلعب، معلش، النني النني لعيب كويس جدا، بس النني بيلعب في نص الملعب، مش لعيب. يعني عايز افهمك يا كابتن سيف ايه اللعيب الوينجر او الوينج رايت او الراس حربه، بيبقى اخطائه وتحركاته اصعب بكتير من لاعب نص ملعب اللي ممكن تجيله الكره ويبصيها كده، وتجيله الكره ويبصيها كده، ياخد صدره ويبصيها كده، مثلا يقطع الكره ويبصيها كده. لكن الوينجر ده مطالب ان هو يعدي من واحد واثنين وثلاثه ويرفع ويقف. طب عايز اسالك سؤال، يعني فبالتالي عايز اسالك سؤال بس فكر ممكن فيه. لو مش فايق هيبان انه مش فايق. موضوع العروض لزيزو، وانا رايح اقدم نفسي بشكل معين وجاي لي عروض، ده ممكن يكون يعني حط عليه ضغط لود. ده ليه؟ اذا كان النني نفسه، النني نفسه بيدور على النادي. بس النني يعني نهايه مشوار افندم. يعني الناس كلها يعني قالت لك خلاص. لا هو لسه النني عنده 32 سنه. انا فاهم، بس ما كانش عنده اللي يحط عليه ضغط. يعني لعب مش كويس، مفيش كويس، الناس لا الضغط مع زيزو محتاجه يعني منتظر انه يكسر الدنيا. لا الضغط الاكتر على شحاته، على ابراهيم عادل، اللعيبه الصغيره اللي عندهم 22 سنه اللي هم عايزين الناس تشوفهم يحترفوا. زيزو عنده كام سنه يا جماعه؟ 27. بس انا مفيش حد بيحترف في اوروبا عنده 27 سنه. ايوه انا عارف، بس انا ليه هو كان محترف في الكتاب. انا ليه مع زيزو مهما كان الامور، ابعد عن تويتات مش سكتك، وانا قلت كده في الانترو. ليه وعمل تويت قال ايه؟ انا ما شفت، ما سمعتهاش، ما اعرفش، كتب حاجه مش عارف، اشم ريحه شياطه ولا اشعر بريحه شياطه حاجه كده، يعني ما مش عارف. هو قال ان هو مش مركز مع السوشيال ميديا. بس انا يا جماعه مره واثنين وثلاثه ما نقلبش المواضيع المنتخب لاهلي وزمالك. انا مش عايز اروح الحته دي اهلي وزمالك خالص. لا هم يا كابتن سيف، يا كابتن سيف هم رايحين ليها. ماشي ماشي. ما هو انا هو انت بتفتكر مين بيهاجم زيزو؟ زملكاويه؟ خالد انا عايز رد عليا يا كابتن. انا عايز برضه اشرح نقطه. اتفضل. انا عايز انصح المنتخب اللي يوصله، وانصح زيزو اللي يفيده. مش عايز اخد كلمتين واقولهم هنا على الشاشه، الملايين بيشوفها، فاهم قصدي؟ فبدل ما يبقوا 2000 3 مش مهم مين، المهم ان هو تركز الماتش اللي جاي، المهم انك تبعد عن السوشيال ميديا زي ما دايما انت متعود ومعودنا. المهم ان العيال الصغيره والشباب الصغير اللي قاعد على الانترنت يعرف ان اللي في التلفزيون ده منتخب بلده. صح. مش صح. اهلي ولا زمالك. اللي بيلعب ده وكسب اوزباكستان ده ده منتخب مصر. كوكا اما كرة خبطت فيه كل الناس قامت وفرحت. الكرة وعلى فكرة الناس بتقول كوكا ده جون اي كلام خبط فيه. لا كوكا هو اللي جايبه. ايه رايك في حمزة علاء؟ 10 على 10. حمزة علاء رغم ان هو ما بيلعبش، والجون الخامس في النادي الاهلي. كوكا 10 على 10 مصاب وراجع بقاله اسبوعين، كان مصاب في اول ماتش ودي. شحاتة محمد اللعيبة، بقول لك ايه، اللعيبة دي رجالة. اقسم بالله العلي العظيم لعيبه منتخب مصر رجاله. وميكالي ده يتعمل له تمثال. أكيد. بسبب ان مفيش ولا حد مهتم بيه، ولا 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 الاعلام مهتم بيه، والمصحف الاعلام كان مهتم بالزمالك وبالاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز والدوري المصري اكتر من اهتمام المنتخب الاولمبي. والزمالك برضه انت قلت الزمالك ورجعت ليه؟ عشان الزمالك مش بينافس. انا بتكلم على اهتمامهم بماتشات البيراميدز والاهلي والاهلي وبيراميدز اهم من المنتخب الاولمبي. شفت الزمالك حتى لو ما بينافسش، الزمالك هو الزمالك حتى لو مش في منافسه. ماشي يا كابتن، ماشي. والزمالك يعني، لكن هل ده المطلوب؟ اولمبياد، الدوره الاولمبيه. ده احنا اما كابتن محمود الخطيب في لوس انجلوس، وكابتن مصطفى عبده، وكابتن كرامي، وكابتن ابراهيم راحوا الاولمبياد، كان مصر كلها بتنام وتستنى الاولمبياد. ما باركش محمد سيد انت النهارده داخل على السخانه. انا عايز اقول لك حاجه. يعني انت ليك في مش عيب، يعني مش عيب. لازم تقدر وجودي معاك. يعني مصر خدت ايه اللي حصل؟ يعني اقدر اقول لك عملت ايه؟ ده انت ما بركتش للراجل. انت استضافت ضيوف كتير. حد جه ضيفك ومصر واخده ميداليه غير انا؟ اللهم صل على النبي.
اللهم صل على النبي يا كابتن. يعني انا ازاي دي؟ يعني انا جاي انا جاي والله العظيم جاي قبل نص ساعه من بدايه البرنامج. منتخب محمد السيد في سيف المبارزه خد البرونزيه وكان خسران. يعني انا بقى تاريخ بقى طالما 7-8 طالما انا طالع بالنتيجه يا باشا. انا دايما باجي الله عليك وشي حلو على بلدي وشي حلو عليك يا كابتن سيف وعلى الاهلي. ايه وعلى الاهلي؟ طبعا. لا هو الاهلي كل الناس وشها حلو عليه. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. من لعبته مرتين في الموسم ده كسبته، بس في البطوله دي هو كان فايق والجمهور كان بيلعب معاه، هو اتفوق عليا في الماتش، بس الماتش اللي بعديه بنفس الاهميه والحمد لله كسبت. المهم احساسك ايه وانت بتلعب في الصاله ديت؟ الصاله يعني صاله تاريخيه فعلا وانت بتعمل فيها تاريخ، احساسك ايه بالصاله دي؟ الحمد لله احساس ما يتوصفش، الحمد لله ربنا كرمنا، وزي ما قلت لسه البطوله ما خلصتش ايفنت الفرق. الحمد لله ربنا كريم وكرم واسع قوي، واحساس ما يتوصفش، يعني لسه البطوله ما خلصتش بيوم، لسه ايفنت الفرق كمان 6 أيام او 5 أيام ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله. ألف مبروك تاني لمحمد السيد، ألف مبروك لمصر على المدينة. مبروك كابتن خالد. مبروك والله، يعني يمكن هو إن هو كان لاعب في الدور قبل النهائي، لاعب فرنسي، ولاعب فرنسي ده هو لعبه السنة دي مرتين وكسبه، ولكن طبعا هو بيلعب على أرضه ووسط جماهيره، لم يوفق. هو لعب حوالي 6 ماتشات تقريبا، كسب 5 واتغلب الماتش. فهي دي رياضة، يعني لو كان كسب بتاع فرنسا ده مثلا وخسر الماتش النهائي كان خد الفضية، يعني هي دي رياضة، مكسب وخسارة. كابتن سيف عايزين نشكر اللعيبة دي وعلى الأداء دوت والرجولة دي، وبارك والده ووالدته، لأن بصراحة والده مدربه ووالدته كانت بطلة. فانا يعني هو يعني انا متخيل شعور والده، يعني انا لو ابني بياخد ميدالية أولمبية البلدي هبقى يعني سعاده ما بعدها سعاده. واللعيب بتاعك بالظبط كده، يعني تعبك في كتدريب وانت والده كمان. فبسم الله ما شاء الله، الف الف مليون مبروك وفرح كل المصريين. نرجع تاني بقى للزمالك. في 2 لعيبه لسه ما مضوش في الزمالك والناس بتسال هيمضوا مش هيمضوا. شايف المشهد ازاي؟ اوباما، عواد. اعتقد ودي معلومه، يعني عواد خلاص علاقته بالزمالك انتهت. عواد دلوقتي بيبحث عن عقد، هو كان بيبحث عن عقد في السعودية تقريبا دلوقتي خلاص بتقفل لان الدوري بتاعهم هيبتدي. هتلاقي عواد بقى رايح لاندية تانية في مصر مثلا، ممكن تجيله، وممكن سيراميكا تلاقي عواد عايزه. محمد بسام ما كانش موفق قوي السنة دي،
ممكن سيراميكا ليه طموح اعلى الفتره اللي جايه يخش مع محمد بسام يعني الله اعلم يعني انديه تانية ممكن، لكن انا على حد علمي ومعلوماتي يعني ان عواد خمانك خصوصا بعد تالق محمود الشناوي حارس مرمى القطاع الشباب مواليد 2003 هو مواليد كمان 2004 هو نفسه محمود الشناوي مواليد 2004 وعندنا كمان معاذ وعندنا كمان عمر عبد العزيز بجانب محمد صبحي، وعندي معلومات ان قد يعود احمد نادر السيد. وعلى فكره يعني ناس كتير ما تعرفش احمد نادر السيد، احمد نادر السيد حارس جيد جدا جدا جدا، احمد نادر السيد لا يقل عن مصطفى شوبير لو خد الفرصه. احمد نادر السيد لا يقل عن مصطفى شوبير لو خد الفرصه. وطبعا مصطفى شوبير والده كابتن احمد شوبير كان حارس كبير، واحمد نادر السيد والده نادر السيد واحد من اللعيبه اللي دخلت نادي المئة كحارس مرمى لمنتخب مصر يعني. لكن هو احمد كان برضو مشترط ان هو لازم عشان يجي الزمالك يجي رقم اثنين. ما هو هيجي رقم اثنين. ما هو احمد لو جه هيبقى نمره اثنين بعد محمد صبحي. وعايز اقول لك حاجه كمان، مفيش حاجه في اسمها شرط. انا ممكن اجي رقم واحد وادائي وتدريباتي ولعبي يخلوني رقم ثلاثة. يعني هو دايما في كره القدم مفيش حاجه انا لو جيت لازم العب. انا لو جيت خالد مفيش، بس في ان انا حاجه النهارده مع اتنين معروف ان انا لو جيت النهارده مع عواد وصبحي هبقى بتنافس بس انا رقم ثلاثة. يعني النهارده الامور هتبقى واضحه. بص انا ده تفكيري من وانا صغير. يعني انا كان قدامي كابتن طارق يحيى لما طلعت على فكره العالم كله هو بيتحرك كده. لا انا ماشي، هو بيشوف المكان اللي هيلعب فيه، لكن انا لو عندي ثقه في نفسي وعندي ثقه في امكانياتي انا بروح العب على اي حد. مش في المركز ده كابتن حاطط في دماغي كده. بص يا كابتن احمد نادر السيد طوله 190 تمام. احمد نادر السيد لعيب شاب يعني ممكن يتمرن بكل قوه، عنده قدره على التطور، احترف سنتين ابتدى. لا 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 هو ولد منتاليتي كمان كبيره، منتاليتي تفكيره يعني. عايز اقول لك حاجه، اللي بينجح مصطفى شوبير ايه؟ تفكيره دماغه منتاليتي. والله غير موهبته طبعا، ولكن غير كده كمان ان حاجه مهمه جدا في عالم كره القدم دلوقتي ان حارس المرمى يكون بيعرف يلعب برجله. يعني يكون بيعرف يلعب برجله، عايز اسالك عنده ثقه في نفسه زي ماير وزي مصطفى شوبير في النادي الاهلي. مكان الزمالك السنه الجايه فين من وجهه نظرك؟ مكان الزمالك السنه الجايه؟ السنه الجايه الزمالك هينافس بقوه على بطوله الدوري، بطل الكونفدراليه، بطل كاس مصر، هينافس بقوه النادي الاهلي على بطوله الدوري من وجهه نظري. بيراميدز بقاله موسمين بشرط يعني طبعا داخل ان هم يجيبوا لعيبه. يعني بيراميدز بقاله سنتين هو المزاحم للنادي الاهلي. هل الزمالك يخش؟ بص يا كابتن سيف عشان الناس برضو بتقعد، الزمالك كان بطل الدوري مفهوم سنتين صح، والاهلي طلع الثالث في سنه وبعد كده الزمالك بقى دلوقتي صح. والاهلي ركب وبيراميدز بقى الثاني مفهوم. فهي دي سنه الحياه طبيعي. يعني مش عايز دايما الناس تحط في الزمالك دوائع. الزمالك ما هو الزمالك كان من سنتين كابتن خالد يا جماعه الناس انا مش بقول انت يا كابتن انت بترد على مين؟ انا اللي بسالك. انا مش بقول انت. ايوه ما هو ما فيش سؤال. ايوه انت بتقول انت بتقول لي سنتين وبيراميدز هو بنفس الاهلي، وانا بقول لك من سنتين صح. كان الاهلي بطل، الزمالك بطل الدوري والاهلي كان الثالث. انا قلت لك صح، بس انا بكلمك في القادم. القادم انا بقول لك، انا قلت لك وجاوبتك، قلت لك الزمالك هينافس على هياخد كاس مصر، ممكن هياخد الكونفدراليه وهينافس بقوه النادي الاهلي في الدوري. قلت لي محتاج صفقات طبعا. قد ايه وكواليتي عامل ازاي؟ اولا ابراهيم انضاي مشي، سامسون اكينولا مشي، سيف الجزيري وحمزه المسلوسي هما الاثنين الاثنين الفاضلين. فالزمالك محتاج يجيب ثلاث اجانب مع حمزه المسلوسي ومع سيف الجزيري، ثلاث اجانب جامدين جدا يكونوا بيلعبوا في ال11 تمام. نمره اثنين لازم يجيب على الاقل ثلاث اربع مصريين. لازم يجيب لاعب اجنبي تحت السن. يعني هو لازم يطلع ناشئ او اثنين او ثلاثه جامدين. معلوماتك انت قريب من هيرجع لعيبه زي حسام اشرف، زي احمد محمود. ده هيحصل. انت قريب علاء. انت بتقول انا قريب يعني
من يعني في اتجاه اتجاه بس المشكله في الفلوس يا كابتن سيف. الفلوس في مشكله يعني، مع كل احترام والتقدير للمجلس اللي موجود يعني المجلس الموجود لا حول له ولا قوه يعني. في النهايه استاذ ممدوح عباس دفع، حسين حسين السيد سلف النادي فلوس بالدولارات، وعايز اشيد بكابتن حسين السيد يعني راجل. كابتن حسين فعلا الارقام دي كابتن حسين ده كان مسلف النادي $1,400,000 $70,000,000 مثال حسين السيد. هو انا ده اللعيب الكره الوحيد تقريبا اللي في تاريخ النادي اللي سلف النادي يعني عمر ما في لعيب كوره والفطاحل بما فيهم يعني خالد اللي مش انا الكابتن التاريخي وحسن شحاته وفاروق جعفر ومع حفظ الالقاب يعني والاسماء الرنانه دي، ما فيش حد دفع الفلوس دي غيره. بس كابتن حسين دفع الرقم اللي انت بتقوله ده؟ ايوه والله العظيم 70 80 مليون. وعلى فكره في حاجات يعني مثلا ممكن مليون 2 مليون كده ما بيخدش يعني يعني، لكن دافع $1,400,000 لغايه دلوقتي تقريبا. الاستاذ ممدوح عباس دافع له دلوقتي بتاع 170 مليون ولا 180 مليون بس بتتكلم كده ان كابتن حسين دافع 70 80 مليون جنيه. والله دولار كابتن. ما هو بالمصري قصدي 70 80 مليون عشان جنيه. هو عنده شركه شحن كابتن يعني. وعايز اقول لك حاجه لذيذه على شركه الشحن بتاعت اللي هو اقولها لك. واحنا بنلعب كابتن حسين سيد يعني من شبرا وراجل لذيذ جدا وجاي من نادي اسكو. انا بحبه شخصيا وشخصيه جميله وكل حاجه، وكان بادئ من الصفر يعني. فجي قال احد الحراس يعني قال له هات 20,000 جنيه وتعالى نعمل شركه شحن. فزميله وانا كان قدامي ده في الاتوبيس وانا رايحين ماتش قال له عم الفلوس هتروح. قال له يا عم مين صباح الفل يا عم، انت 20,000 جنيه اللي انت جاي تقول لي عليها دي يا عم روح روح روح. فحسين قعد يستلف فلوس من الناس وراح عامل الشركه، ودلوقتي هو عنده واحده من اكبر شركات الشحن في مصر في الوطن العربي ما شاء الله. والدولار ده بيجي ليه؟ عشان هو شركه شحن. فهو بيسلف النادي وده شيء جيد، ولازم نذكر الحاجات الجيده طبعا. اتمنى بقى واحد رجل اعمال كبير كده زي هاني بيرزي يعني بس هو بس اكيد استاذ هاني برضه ليه دور يعني بيدفع جزء من يعني جزء بسيط يعني، بس هو يعني اتمنى ان يكون اكتر من هاني شكري برضه رجل اعلانات قوي جدا يعني. اتمنى ان هم يعني في 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 ناس يعني لازم النادي الزمالك يقف على رجليه ان شاء الله باذن الله يقف على رجله بالتوفيق ان شاء الله للمجلس الحالي. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع بقى تاني ونكمل حديثنا سريعا. دوري خلص زي ما انت بتقول كده ولا دخل هنهزر؟ هنهزر خلاص الدوري خلص طبعا. خلاص الاهلي بطل الدوري، بيراميدز المركز الثاني، بيراميدز المصري المركز الثالث، الزمالك المركز الرابع، المقاولين والداخليه والبلديه في الدرجه الثانيه. بس كده خلاص خلصت القصه كده سريعا. خلاص كده. الزمالك كسب الفتره الاخيره من موضوع الناشئين ده فرصه للناشئين. بص يا كابتن سيف، القصه مش ان انت تلعب بالناشئين. انا عارف يعني ما انا ممكن العب، ممكن انا بكره العب بالناشئين. لا قصدي تفرز لعيبه كويسه. فرز بقى يعني انا شايف محمود شناوي اكتر واحد كسب في من الناشئين يعني. زمالك ممكن يطلع كام لعيب ناشئ يعني؟ هو انا اعتقد اكتر اتنين ممكن يكملوا احمد مجدي احمد مجدي ومحمود الشناوي كحارس مرمى. واحمد مجدي عشان لعب ماتشات كتير بعد ما حسام عبد المجيد مشي وابتدى يثبت ذاته يعني. فدول اكتر اتنين اعتقد هيكون ليهم دور السنه الجايه مع الفريق يعني. الزمالك والاهلي هيبتدوا الموسم اللي جاي ببطولتين، سوبر افريقي وسوبر مصري. شايفها صعبه كاس ولا كاس النخبه؟ ايه شايفها صعبه ولا سهله؟ طبعا بدايه موسم وتكون ببطولتين، دايما بدايات الموسم بتديك انطباع انطباع عن اللي ممكن الموسم يحصل فيه يعني. وكمان الزمالك لازم في فتره وجيزه عندما يفتح باب القيد يعني يعمل صفقات كويسه، يجيب صفقات عشان يقدر يتمرنوا قبل السوبر. السوبر يوم 27/9 صح. فانت لازم خلال اسبوع 10 ايام تكون اتعاقدت. ليه؟ لان اللي اتعاقد اتعاقد، والدول كل دول العالم هتبتدي الدوري بعد يعني اسبوعين ثلاثه، فانت بالتالي مش هتلاقي لعيبه. الدوري المصري الزمالك يقدر يلعب يطلع لعيبه كويسه
الايه؟ من الدوري المصري يقدر يطلع لعيبه كويسه؟ الزمالك؟ يجيب يعني لعيبه كويسه؟ صفقات كويسه يعني؟ على قد الدوري، على قد اللعيبه، على قد اللعيبه ان كلهم شبه بعض. لا ممكن تجيب لعيبه كويسه. يعني الكويس قوي 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 يعني ممكن تلاقي مثلا عمر الساعي، ممكن تلاقي اسمه ايه؟ وينج ليفت بتاع الاسماعيلي اسمه ايه؟ انا نسيت والله العظيم. عبد الرحمن مجدي. دول اتنين لعيبه كويسه جدا، لو انتقلوا يبقى لعيبه مهمه يعني سواء للزمالك او الاهلي يعني. كابتن خالد شرفتني ونورتني. ربنا يخليك كابتن سيف وشكرا جزيلا ليك. توفيق بكره في العالمين ان شاء الله، ماتش كبير. ان شاء الله عندنا ماتش تاني. ربنا يوفقك، مش كل مره تخسر بقى. ان شاء الله ماتش قمه، ماتش قمه رهيب بكره ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك كابتن خالد، شرفتني ونورتني. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم، خلصنا حلقتنا النهارده، استنوني بكره ان شاء الله باذن الله في استوديو الاهلي وسيراميكا، استوديو خاص جدا. اشوف حضراتكم على الف خير.